قبل إفطار بأربع ساعات. بدأت العم في تحضير وجبة الإفطار للعائلة في اليوم الأولى من شهر رمضان. اليوم ستقوم عمتي بطهي لحم على بخار الذي يحب السكان المحليون تناوله للعائلة. يتفق جميع العشاق الطعام الصينيين تقريبا على أن اللحم الدقن المحلي في النينشا يحتوي على أفضل ملمسة. أخذت عمتي حوالي 6 حتى 11 كيلو من لحم الدقن الطازج، وقطعت لحما أمامية أو كلها إلى قطع صغيرة ذات حجم موحد. أغسل وأشطف لحم الدقن المفروم حيث يمكن أن يزيل رائحة لحم الدقن جيدا. قالت العمة إنه يجب نضع اللحم في الماء لمدة ساعة على الأقل حتى يكون اللحم مطهو على البخار اللذيذ وليس نتنا. بينما كان اللحم الدقن ينقع في الماء، ذهبت العمة إلى سوق الخضر والفواكه. انتبه إلى جودة الخضر الطازجة والعطر حتى تتمكن العمة من إعداد أطباق لذيذة. ستذهب العمة إلى دكان صديقتها اليوم، فمن ناحية سترسل بعض الفواكه إلى صديقتها كفواكه إفطار، ومن ناحية أخرى تريد شراء بعض اللامبيز لعائلتها كطبق جانبي لوجبة إفطار الليل. لامبيز كطبق شهي محلي يمكن استخدامها كطبق رئيسي أو طبق يشتهر بين السكان المحليين بمذاقه اللطيف ورائع وراحته وسرعته ورخص ثمنه. الساعة 4:30 مساء 3 ساعات قبل الإفطار. تم نقع لحم الدقن في الماء لأكثر من ساعة.
الوقت مناسب تماما. ازرع لحم الدأن وتحكم في الرطوبة. يقطع كراث المحلي ويقطع إلى شرائح الزنجبيل ويترك جانبا. سخن الزيت في القدر واسكب فلفل وصف الفلفل. يكسب الزيت الفلفل فوق الكراسي لإطلاق نكهة الثوم المعمر. أخلط جيد وتوضع في وضع صغير. اغلي قدرة البخار بالماء لمدة ساعة ونصف. قامت العمة بحساب الوقت بالدقة حتى تتمكن الأسرة من تناول لحم الدأن في لحظة الإفطار. بعد تجهيز الطبق الرئيسي جاهز، أخذت العمة الخضر التي اشتريتها وبدأت في تحضير الأطباق الجانبية. شرائح الخيار شرائح كبيرة، قدميها مع الثوم. رشي الملح الطعام بالتساوي. ببساطة يرشي بالزيت السخانة ويخليط جيدا، ثم رشى الثوم بعد التقليب بالتساوي. قبل إفطار بنصف ساعة حضرت العمة قدرا من بابو شاي للعائلة مقدما. شاي بابو وهو نوع من الشاي الصحي الذي يشربه السكان المحليون غالبا. لكونه يروي العطش يعتبر البطيخ أيضا فواكه أساسية في رمضان. بسبب قوامهما المقرمش ولونه الجذاب، هما طعام معجنات شهير لغابت من قبل السكان المحليين. الحمل على البخار جاهز، وأخرجته العم بعد ساعة ونصف من تيه البخار. يصبح اللحم الدأن طريا وممتلئا ولذيذا. مع قيام الجميع بالدعاء والحمد لله على الأكل، تنتهي الأسرة يوم الصيام. أجمل أوقات النهار.